وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين، متواصلين مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا الكرام عبر قناة ياس الناقلة لهذه الانطلاقات في هذا الصباح، لنبدأ مع المركز الأول وانطلاقة شوطنا الثاني عشر للإبكار المهجنات، وشوط أيضا خاص بالإنتاج والمنتجين. أبدأ مع البداية الأولى، أبدأ مع الصدارة لأتابع أشكال أشكال من تتصدر الموقف في هذه اللحظات، بشعار مسلم بن علي بن دري المنصوري يقدم أشكال. المركز الثاني، الحضور في هذه اللحظات من شعيلة القادمة بشعار خليفة بن عبد الله بن سعيد الظاهري قادما وحاضرا مع مع شعيلة مع المركز الثاني والمركز الثالث، الحضور مع الشامخة بشعار علي بن محمد بن ناصر الشامسي يقدم لنا الشامخة، بينما المركز الرابع الله 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 القادمة وعد وعد هي القادمة بشعار مصبح بن سيف الشاعر العلي من يقدم لنا شعاره. والمركز الخامس، الحضور من الضبي علي بن سعيد بن مصبح المزروعي قادما مع المركز الخامس. المركز السادس، الحضور في هذه الأثناء، القدوم من مذيار القادمة هنا أتابع منار 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 القادمة بشعار سعيد بن منانة بن غدير الاجتبي قادما وحاضرا مع سادس الأسماء. المركز السابع، الحضور من تعويض علي بن حمد بن زيب الأصلي الشومسي الشامسي قادما في هذه اللحظات، أتابع القدوم من جواهر أحمد بن حميد بالدبيلة المنصوري قادما مع جواهر وحاضر في هذه اللحظات القادمة. أيضا غزلان بشعار حاضر بن علي بن حاضر المزروعي يقدم غزلان، بينما المركز العاشر جوري هي القادمة جوري هي الحاضرة بشعار سعيد بن منان بن غدير الاجتبي قادم قادما وحاضر. هكذا النداء لهذه الأسماء، نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة وإلى التحدي الأول، من يتقدم في هذه اللحظات بهذا الحضور بهذا الانطلاق. بينما أتابع الانطلاق مع أشكال مسلم بن علي بن دري المنصوري يقدم لنا شعاره، يقدم لنا انطلاقات شعاره وحضوره في هذه اللحظات. المركز الثاني، الشامخة الشامخة بشعار علي بن محمد بن ناصر الشامسي قادم، والمركز الثالث وعد هي القادمة بشعار مصبح بن سيف الشاعر العلي من يقدم لنا شعاره، بينما المركز الرابع الظبي قادمة بشعار سعيد بن مصبح المنصوري، والمركز الخامس القادمة جواهر أحمد بن أحمد بالدبيله المنصورية. وأتابع الحضور، أتابع منار سعيد بن منانة بن غدير الاجتبي قادم، والحاضر غزلان حاضر بن علي بن حاضر المزروعي. الله يا هذه الأسماء، الله يا هذه الشعارات.
الحاضرة والمتقدمة، نعود مع لوحة الكيلومتر الأخير، الكيل الخطير وشعار بندري، شعار بندري مع أشكال 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 تتقدم بهذا الانطلاق هنا في هذه اللحظات وأيضا القادمة، وعد مع المركز الثاني والشامخة مع المركز الثالث، الثلاثية على الصدارة، على الانطلاق، على التحدي. ولكن بندري وشعاره، بندري وإنجازاته، بندري يتقدم مع أشكال مسلم بن علي بندري المنصوري. يا سلام يا سلام على الانطلاق وعلى التحدي. الشامخة مع المركز الثاني يقدم علي بن محمد بن ناصر الشامسي، وتحرك بندري، تحرك بندري. الشامخة وأشكال، أشكال والشامخة، الله يا الفوز يا الانتصار ما بين بندري وما بين الشامسي، ولكن الشامخة بهذا الشموخ، بهذا الشموخ. سلام لعلي بن ناصر الشامسي على الفوز والانتصار، المركز الثاني أشكال، وصب بشعار مسلم بن علي بن دري المنصوري، والمركز الثالث وعد مصبح بسيف الشاعر العلي، والمركز الرابع حضور علي غزلان حاضر بن علي بن حاضر المزروعي، والمركز الخامس كان حضور جواهر حميد بن حميد بالدبيلة المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الانتصار الكبير والمميز. التوقيت الزمني مشاهدين الكرام ولحظات وصول الشامخة بشعار علي بن ناصر الشامسي، توقيتها مشاهدين الكرام عبر قناة ياس، نتابع وإياكم. سبع دقائق 56 ثانية، 19 من الثانية المركز الثاني، 7 دقائق 57 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية كانت أشكال مسلم بن علي بن دري المنصوري، والمركز الثالث 7 دقائق 59 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لجميع الفائزين.